السلام عليكم. فيديو النهاردة هشارك فيه أكتر وصفة بحبها تقريبا. العيش ده من أكتر الحاجات اللي ممكن تكون خطواته سهلة جدا بس يستاهل التجربة. وبدون مطول عليكم، لايك على السريع، ولو مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا. ويلا نبدأ الفيديو. المكونات اللي هنحتاجها هي 2 كوباية دقيق أبيض، 1 كوباية دقيق كامل، معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة كبيرة بيكنج بودر، ومية دافية للعجين. ودي معايير المعالق اللي بستخدمها علشان في ناس سألتني في كومنتات قبل كده. وكمان هنحتاج رشة ملح ورشة سكر ومعلقتين كبار زيت. ويلا نبدأ نعمل العجين. أول حاجة هننخل الدقيق، وبعدين هحط الدقيق الكامل عليه. الدقيق هنا اهميته ان هو بيزود القيمة الغذائية شوية للعيش، وفي نسبة الياف، فده بيخلي احساس الشبع يبقى مدة اطول شوية، والعيش كمان بيبقى طعمه قريب جدا من العيش المصري اللي احنا بنحبه. وبعد كده هضيف الزيت، الخميرة، البيكنج بودر، وهقلب العجين عشان الملح ما يضعفش الخميرة، وبعدين رشة ملح ورشة سكر. وهبدأ أخلط العجين بالمية بالراحة كده لحد ما العجين كله يلم معايا. كل المكونات هتلاقوها في صندوق الوصف عشان لو حبيتوا ترجعوا للوصفة. وهسيبه يخمر ويرتاح لحد ما حجمه يتضاعف. انا المره دي عملته سميك وصغير علشان اسخنه في التوستر. تقدروا طبعا ترفعوه عن كده شويه بس مش قوي، وتخلوا الحجم اكبر شويه. بعدين هفرده على ورق زبده علشان ما يلزقش، وبغطيه حوالي 10 دقايق مش اكتر، وابدأ اخبزه على طول. يعني مجرد لما اخلص فرد كل العجين ابدأ الخبز على طول. دي مرة تانية عملت فيها العيش رفيع، فاذا حابين رفيع اعملوه السمك كده بس مش ارفع من كده. بعدين هاجي على طاسة واتأكد انها سخنة. انا بعمل حركة بتاعت ايدي دي علشان احس بحرارة الطاسة واتأكد انها سخنة، وبعدين ابدأ اخبز العيش عليها. واهم حاجة تكون النار متوسطة، انا بحب اغطيها عشان لما يتغطى بيستوي اسرع شوية. بس براحتكم، تقدروا ما تغطيهوش طبعا. واول ما لاحظ ان الهواء بدأ يظهر كده في العيش هقلبه على الناحية التانية، وبعدين لما يبدأ يرتفع شوية اقلبه تاني، وهكذا لحد لما احس انه استوى خلاص. هو الموضوع محتاج صبر شوية بس الصراحة في النهاية هتلاقوه يستحق. كمان اذا حسينا ان في جزء مش داخل فيه الهواء هضغط عليه كده بسيط زي ما بعمل، عشان البخار اللي فيه يدخل في كل الأجزاء بتاع العيش ويبقى طبقتين منفصلين عن بعض.
بعد كده العيش لما بيبرد خالص احطه في اكياس تلاجة واخزنه لحد وقت اللي هستخدمه وبس كده. زي ما انتوا شايفين العيش جميل جدا ومفصول طبقتين وبجد يستاهل التجربة. وكده فيديو النهاردة خلص، اتمنى يكون فاتكم. اذا عجبكم ياريت شير الفيديو واشتركوا في القناة اذا لسه ما اشتركتوش، واشوفكم الحلقة الجاية.